صباح الخير والأمل والسعادة والتفاؤل، صباح كل حاجة حلوة دايماً بنتمناها لكل واحد على أرض مصر في كل مكان في الدنيا. صباح على حضراتكم، يوم جديد مع مصر جميلة، يوم مشرق، درجة حرارة ممتعة، جو جميل. يا رب كل أيامنا تكون حلوة وجميلة ونقدر إن احنا نستمتع بكل شبر موجود على أرض مصر. عندنا حاجات حلوة كتير قوي مطلوب إن احنا نستفيد منها، مطلوب إن احنا نستمتع بيها وكمان نشتغل بشكل جيد جداً عشان نقدر نستثمر كل الموارد دي بطريقة صحيحة، لأن الفترة الحالية اللي بنعيشها كلنا بنقول إنها فترة مهمة جدا ومرحلة حرجة جدا، بنقابل فيها كتير جدا من التحديات، بنقابل فيها كتير جدا من الصعوبات، لكن دايما بنحاول إن احنا نستثمر كل طاقتنا علشان نقدر إن شاء الله نتخطى كل هذه الصعوبات ونواجه كل التحديات الموجودة دلوقتي. وده مش هيتم إلا بإننا يكون عندنا دايما اليقين إن بكرة إن شاء الله هيكون أفضل وأحلى، إن ربنا سبحانه وتعالى يعني مدينا ومسخر لنا امكانيات كتيره جدا، لكن مطلوب ان احنا نوظفها بطريقه سليمه. بنواجه كل ده بطاقه امل ايجابيه نحاول ان احنا نركز عليها دايما من خلال مصر جميله، وبنقول ان شاء الله الجهود اللي بيتم يعني بذلها في الوقت الحالي يكون ليها العائد الخاص بيها ويكون ليها الثمار اللي نقدر ان احنا كلنا نجنيها في المستقبل القريب جدا، وان شاء الله يستمتع بيها كل ابناء مصر في كل مكان باذن الله. كتير جدا من الخطوات بتتم من اجل الاصلاح الاقتصادي، من اجل التنميه في مجالات السياحه، من اجل الحفاظ على الامن والامان. كل الجهود دي موجوده، لكن يمكن بنبقى محتاجين ان احنا نركز عليها اكتر علشان نعرفها وعلشان نقدر يكون عندنا ثقه ان اللي بيتم في الوقت الحالي ده شيء مهم جدا وخطوه من الخطوات المهمه علشان مستقبل افضل باذن الله. النهارده من خلال مصر جميله بنلقي الضوء على موضوع من الموضوعات المهمة جدا، الزيارات اللي بتتم سواء من قبل رؤساء دول العالم أو الشخصيات المهمة في دول العالم لمصر، أو الزيارات اللي بيقوم بيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للخارج لمختلف دول العالم، هل هي بتكون مجرد زيارات عادية؟ هل بيكون في بالفعل رؤية خاصة جدا بين علاقة مصر بكافة الدول في الفترة الحالية، خصوصا إن احنا يعني بنحاول إن احنا نفتح آفاق جديدة للاستثمار، نفتح أسواق جديدة نكون متواجدين فيها بشكل قوي، كمان نجذب الاستثمار من كافة الدول لمصر. علشان كده النهاردة بنشوف مصر في عيون الآخر وتأثير كل التواجد من الشخصيات المهمة هنا في مصر وإزاي نحن نقدر نستثمرها، سواء بقى كانت شخصيات سياسية، شخصيات فنية، شخصيات رياضية. مطلوب إن احنا نركز بشكل كبير جدا علشان نقدر نستثمر كل ده لصالحنا ولصالح السياحة ولصالح رؤية الآخر عن مصر ووضع مصر على خريطة العالم بشكل صحيح. النهاردة هنركز مع حضراتكم على الموضوع ده ونشوف الأحداث اللي بنمر بيها في الوقت الحالي وتأثير الأحداث الخارجية أيضا علينا، إزاي إن احنا نقدر بالفعل يكون لنا التواجد بطريقة صحيحة وبطريقة مثلى، وإيه القوى اللي المفروض إن هي تتكاتف في الفترة الحالية علشان تنقل صورة مصر أمام العالم بشكل جيد. ده هيكون من خلال فقرتنا إن شاء الله اللي هيكون ضيفها فيها سيادة السفير دكتور محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، وهنتكلم عن كل التحديات اللي بتواجهنا وإزاي إن احنا نقدر نتخطاها في الفترة الحالية. دايما كمان من خلال مصر جميلة بنقول إن كل حاجة في مصر بيكون ليها قيمة كبيرة جدا، قيمة في مختلف المجالات زي ما قلت السياسة، الرياضة، الفن. مصر دايما هي هوليود الشرق اللي كل فنان كان بيتطلع إليها، وكم من الفنانين اللي قدروا إن تكون انطلاقتهم الحقيقية من مصر، الشهرة الحقيقية بتتواجد من المصريين ومن الجمهور المصري، وده مش النهاردة، ده من زمان جدا كبار فنانينا ونجومنا. النهاردة تحديدا بنتكلم عن ملك العود الفنان القدير الراحل فريد الأطرش اللي أتى إلى مصر وقدم مسيرة فنية متميزة جعلت من كل محبي فريد الأطرش يكونوا جمعية محبي فريد الأطرش ويحافظوا على التراث الفني اللي قدمه لنا هذا الفنان العظيم، سواء كان من خلال الأغنيات أو الألحان اللي يعني شارك بيها أيضا لعدد كبير جدا من نجومنا في عالم الطرب. النهارده هيكون معانا جمعية محبي فريد الأطرش، نحاول ان احنا ان شاء الله نستمتع بعدد كبير جدا من الاغنيات اللي قدمها لنا الراحل فريد الاطرش اللي يمكن رحل عننا لكن هيظل فنه الجميل الراقي والاحساس المرهف متواجدين معانا دايما باذن الله.
دي فقرتنا اللي هنلتقي بيها مع حضراتكم ان شاء الله النهارده من خلال شويه فن. بتمنى ان احنا نستفيد ونستمتع من كل معلوماتنا في مصر جميله. ناخد فاصل، بعد الفاصل ارجع على طول لحضراتكم ونبدا مع بعض حلقتنا، ودايما يا رب مصر جميله.